لم يكن شن تنظيم الدولة لمعركة ضد قوات سوريا الديمقراطية من داخل أكثر المناطق تحصيناً بالحدث الغريب، إذ سبق ذلك بأسابيع إعلان قسد أنها ألقت القبض على خلية للتنظيم كانت تحضر لهجوم على سجن غويران جنوبي الحسكة، والذي يحتجز فيه قرابة 4000 عنصر من التنظيم الذي زعم التحالف وقسد أنهم قضوا عليه. آخر التطورات. مرت 5 أيام على بدء الهجوم، وصلت التطورات اليوم إلى إعلان قسد تحرير بعض موظفي السجن المحتجزين منذ الخميس الماضي، وأعلنت أيضاً أنها نجحت بعد عمليات أمنية وعسكرية في نقل العناصر المحررين إلى أماكن آمنة، مؤكدة مقتل 15 عنصر من التنظيم خلال عمليات تمشيط حي الزهور بمحيط السجن. هدوء حذر. حالياً وفق مصادر محلية يشهد محيط سجن الصناعة هدوءاً حذراً يتخلله سماع أصوات إطلاق نار في محيط السجن، فيما لا تزال المدينة تشهد إغلاقاً عاماً مع انتشار أمني كثيف في الأحياء بالتزامن مع حظر شامل للتجوال. جبهات متعددة. لم تكن الحسكة الساحة الوحيدة في معركة التنظيم هذه، بل شهدت محافظة دير الزور اشتباكات في مناطق متفرقة بين مجموعات تابعة لقسد وخلايا تابعة لتنظيم الدولة، كان أبرزها في منطقة الصور شمالي المحافظة ومدينة البصيرة شرقها، كما شهدت مدينة الرقة انفجاراً هز الأطراف الغربية من المدينة. من المتهم ولماذا؟ هجوم هو الأوسع لتنظيم الدولة منذ هزيمته في الباغوز قبل 3 سنوات. تتوجه أصابع الاتهام إلى قسد في التواطؤ مع التنظيم لتحقيق مكاسب سياسية أو عسكرية، ليعيد التحالف الدولي حساباته بشأن القضاء على التنظيم، وتعيد الولايات المتحدة التفكير في عواقب انسحاب قواتها من سوريا.